إذن ثماني ثماني دقائق وخمس أو 32 ثانية 25 جزء من الثانية. الميدالية البرونزية تعود إلى الهندي موكود أبيناش، وكان معنا مع الزميل عبد الرحمن الأشقر عبر شاشة قنوات الكاس الرياضية. الميدالية الفضية 8 دقائق 30 ثانية 19 جزء من الثانية، في حين الميدالية الذهبية تعود للبحريني جون كيبت كويش ب 8 دقائق 25 ثانية 87 جزء من الثانية. أمامنا الهندي إذن أبيناش موكود والميدالية الفضية. موكود إذن تكهنت به نزهة بدوان مع انطلاق السباق، قالت سيتواجد على منصة التتويج، وبالفعل يحرز الميدالية الفضية، في حين الذهب كما ذكرت من نصيب البحرين جون كيبت كويش. الميدالية الذهبية ممثلا للبحرين. Gold medalist and Asian champion representing Bahrain. جون كيبت كويش. حضورنا الكريم النشيد الوطني للبحرين.